السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون كيما شفتوا في العنوان معزوزي راجل عليكم، يا الخروطو اللي راهم دايرين حمله شرسه عليه على اللايف هذاك اللي درناه، دار ضجه كبيره كبيره، وصل للسلطات، وصل دار هذاك اللايف دار ضجه كبيره. ما على باليش علاش دار ضجه كبيره، لان راني جبت لكم ثاني تصريحات رابح سعدان، تقريبا تصريحات واسمه تصريحات معزوزي اللي راهم يتهجموا عليه، وبعثوا له المجملين باش يطاكيوه، وراهم يطاكيو فيه وحابين يوسخوه. هذه هي العصابات. وفي الاخر الفيديو راح نقدم واحد الرساله لرئيس الجمهوريه تبون، رساله اذا ما سمعش هذه الرساله ما يسمع والو خير بكل صراحه. هذه هي دوك نقول لكم، معزوزي المجملين فحل عليكم. معزوزي في القناه دي زاد نيوز، هذه تاع اللي تابعه لصادي في دي زاد نيوز، كان يقصف في كما نقولوا في عقر دارهم، كان يقصف حسين الابعاد وهو قاعد معاه، يهضر عليه يقول له انت زميل و ويبدا يعطي له الحس ويعطي له في المعاني، واللي هم كيفاش يخدموا والعصابه و و و هو راهو يشر عليه، والاخر على باله بلي ماشي يشر، راهو يهضر عليه يعني، فهمتوا؟ عنده ما يخاف، هاملك الصحافه الرجاله اللي ما تخافش، ماشي كيما رفيق واحد كان ينتقد، راهو هدم الكره الجزائريه ومن بعد دوكا ولا عالميه، راكو فاهمين؟ راك فاهم بين واحد اللي يتباع واحد ما يتباعش. معزوزي الصوت تاعو لو كان عينو يتباع بدراهم لو كان راهو تباع كيما تبعت انت رفيق واحد، راك فاهم؟ اللي يجي ضدكم تحبوا تعطوا له الحس، وتحبوا توسخوا، وتحبوا تاتاكيوه بالمجملين تاعكم اللي ما عندهمش كاع مشاهدات، زيرو مشاهدات. الناس راهي فتحت قنوات جديده المشاهدات تاعها طالعه، راك فاهم صادي؟ وزوج قنوات شنوا بون، ماشي زوج، كاين بزاف قنوات على كل حال، بصح على بالي بلي راكم مركزين بزاف هاد الايام على قناه شنوا وقناه في العريض، راكم مركزين عليها بزاف، دارت لكم الحس بزاف، دارت لكم، راك تشوف رفيق واحد كيما قلت نتايا ما يسوى والو، واو دار ضجه كبيره، اللايف هذاك دار ضجه كبيره. راك فاهم حفيظ الدراجي علاش تطلع معاهم؟ حفيظ الدراجي واتهامات خطيره، ها الواحد تسمع الاتهامات الخطيره، يا اخي قالها رابح سعدان، ورابح سعدان راكو جبتوه دوكا شريتوه وفسدت روحك بكل صراحه. رابح سعدان انت فسدت روحك، انت حفيظ الدراجي والجماعه هذه كنت تطاكي فيهم ودوكا كي وغبروك، شوف مفكرك غبروك ملي خرجت من ليكيب ناسيونال، خبرك ما زادش كعبا، وانت قلت باللي راهم حالفين عليا باللي راح يطفوا لي الشمعه كاع، والو ما نزيد ندرب حتى ايكيب، وكيما كان الحال بعد ليكيب ناسيونال ما زدتش ندرب. في اخر عمرك في اخر ايامك عيطوا لك رحت على جال شويه مصروف، لا راك فاهم؟ اسمعوا رابح سعدان علاه ما رديتوش على رابح سعدان؟ وعلاش ما رديتوش على حناشي؟ يا اخي حناشي عنده تصريحات ودرناها، التصريحات تاعو جبناها ودرناها في فيديو سابق، ما نقعدش نعاود في الفيديو، يقول باللي جاني راو وقال لي لازم نعطوا الماتش للاهلي، الاهلي الله اعلم كانوا عندهم من المصر، راك فاهم ولا لا؟ لا بيعوا لهم الماتش، راك فاهم ولا لا؟ لا ما رديتوش عليه، على ما درتوش الحمله هذه اللي راكو دايرينها على معزوزي. ومعزوزي نقول لكم حاجه، على بالكم باللي ما تقيسوا له حتى شعره، روحوا سقسوا العصابه تاعكم الكبار، سقسوا باللي اسك يقدروا يتوشيو معزوزي، راكو فاهمين؟ اسمع، كانها لم تكن النتيجه في الملعب، كانت مخدومه كما نقولوا، مخدومه نتيجه تاع 4% 100% راك تسمع الدراجي 100% اسمعها نتيجه مخدومه نتيجه تاع 4% 100% وتنتهي لنا هو اللي خدمها. لا 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 باينين هنا كاع نقول شوف اسمع، كان عندنا رئيس اتحاد جزائري باين باين، وعندنا في الطرف الاخر الطرف المصري او توفى سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، كان عندهم في مصر مشاكل داخليه وحابين ان الفريق الوطني نتاعهم يربح، يعني مدينا لهم الماتش عطيناهم 4-0. شوف نعطيك كلمه بعد باش تفهم، هذا وصلوها لي هو انا رفضتها، كان خاوتنا المصريين محتاجين كاس افريقيا،
قالوا لي خاوتنا المصريين، يعني اللي راه يهضر معاه جزائري، راكم شايفين اللي راه يهضر معاه جزائري، خاوتنا المصريين راهم محتاجين كاس افريقيا. اسمعها مليح، كان خاوتنا المصريين محتاجين كاس افريقيا، وانتم رايحين كاس العالم، خليونا كذا. وتنتهي الامر، خاوتنا المصريين شهرين من بعدهم درمان هاكم ندينا الماتش. لا لا اسمع، 1-0. اسمع اسمع، 4-0 شهرين، لاننا رفضت. انا قلت ما ندخلش في اللعبه. شهرين من بعد ام درمان، انا باش في التاريخ ما ندخلش في هذا البيع والشراء. شهرين نبيع انا بلاد، هذا هو اللي تكلم عليه معزوزي، البيع والشراء، تبيع وتشرو، راك فاهم ولا لا؟ لا كي تحبوا تطيروا جمال بالماضي وتطيروا الاتحاديات اللي فاتت، كيما نقولوا تروحوا تشروا لي زاربيت باش يكسروا لي كيب ناسيونال، نقعد نعاودها والماتش تاع الكاميرون المبيوع والفار اللي ما حبش يمشي في الكوت ديفوار، وجماعه اللي راكو تاتاكيو في وزمو، روحوا جماعه اللي تهجموا على القنصليه الجزائريه، تعتبر لوتيل تاع المنتخب الوطني الجزائري قنصليه جزائريه. قبل الماتش شفناهم يهضروا مع وليد صادي، وبعد هذاك الشيء لقيناهم في المؤتمر الصحفي المرتزقه اللي بعثتهم يتهجموا على اللوتيل تاع المنتخب الوطني الجزائري، خادمين فين؟ هيتشكوكي. اسمع، ما ندخلش في هذا بيع والشراء. بيع والشراء، شهرين نبيع انا بلادي، فهمتني صح ولا لا؟ باش نمد انا المصريين باش ينقادوا، باش ما تصيرلهمش مشكل في مصر. رفضت في ذلك الوقت وما زلت انه رافض المساله وندمان عليه. ما ندمش انا، خلاص فات الوقت، خلاص شايلي. قال لك باللي الاتحاديه تاعنا باعت الماتش لمصر، ها تاع 4-0، ها ها وليك مدرب كان حاضر وقال لك جاو قالوا لي، جاو قالوا لي وانا رفضت. هاي ليك بالدليل، علاه ما اتاكيتوش على ربح سعدان؟ علاش ما درتوش هذه الحمله اللي راكو دايرينها على معزوزي، درتو على ربح سعدان وجبتوه دوكا راه يخدم معاكم؟ لان ربح سعدان عاشها وهضروا معاه، ما تقدروش تنكروا، راك فاهم كيفاش؟ وعلى ما دخلتوش للشرع في هذاك الوقت؟ علاش ما رفعتوش عليه دعوه قضائيه ودخلتوه للشرع؟ ها حناش يا ربي يرحمه، علاش يا اخي خرج بلسانه قال، قال باللي جالي يا راو سماه بالاسم، قال لي تبيع الماتش للاهلي، علاه ما شارعتوش ودخلتوه للشرع؟ حبيتو تشارعوا مع زوزي ما تقضوا له والو، على بالك حافظ الدراجي باللي ما تقضي له والو، مع زوزي ما تمس منه شعره، هذه نقولها لك. واش كيما لقيتو واش ديروا؟ راكو ديروا في الضغط وحابين توسخوا وتاتاكيو فيه، تاتاكيو فيه، تبعتوا للمرتزقه تاعكم والمجملين تاعكم اللي تباعوا بزوج دورو، راك فاهم كيفاه؟ فقراء، بون ما رانيش ضد الفقر ولكن هاد الناس فقراء ذهنيا، يسبوا في الناس، تبعتوه يسبوا في معزوزي، معزوزي تحل عليكم، معزوزي راجل عليكم، معزوزي ما تبدلش يا رفيق واحد اللي كنت ناقد رياضي وليت عابد، ماشي شياد برك، عابد كانك عبيد تدافع على، استغفر الله يا ربي، على ربك الاعلى. ها هذه هي، شوف هذه رساله لتبون يا شيخ تبون. اذا انت راك رئيس الجمهوريه، هكذا ولا لا؟ انت راك رئيس الجمهوريه، هذه نقطه واحده، ورئيس الجمهوريه يحمي الشعب تاعو، يحمي المواطنين تاعو، صح ولا لا؟ لا رانا نشوفوا صحفيين ومحللين في بلاطوات راهم يسبوا في الشعب الجزائري، منهم رفيق واحد اللي ثلاث مرات ولا اكثر هو يسب في الشعب الجزائري، وراكو بلا ما نعاود واش قال. شفنا ميدو اللي يسب في المناصرين تاع جمال بلماضي، واغلب الشعب مناصرين تاع جمال بلماضي، حبه من حبه وكارهه من كاره، جاب لا كوب دافريكا اللي ما تقدروش تجيبوها وما جبتوهاش كي كنتو في 14 سنه، راك فاهم ولا لا؟ لا راهم يسبوا في الشعب الجزائري في البلاطوات. انت لازم تدافع على الشعب تاعك، ماشي لهذه الدرجة. راهم يسبوا في الشعب الجزائري، وانا راني ضد الحراك وضد الخرجة وضد هادوما، بصح راهم يديروا لك في الضغط على الشعب الجزائري، والشعب الجزائري راه يجيني تعليقات بزاف، تعليقات بزاف، وماشي قال تعليقات دوباب نو، تعليقات اللي نعرفهم من زمان يعني معايا في القناة هذه، حتى ناس كي نتلاقى بهم برا. هم يقولوا لي هاد الصحافة لازم لهم طريحة، لازم لهم خرجة، لازم الشعب اللي يسكتهم، إذا الدولة ما حبتش تسكتهم.
فعليك يا تبون ان تحمي الشعب، ان تحمي المواطن. المواطن اهم من الصحافي، المواطن، المواطن اهم من الصحافي. فانت هنا لحمايه المواطن. المواطن تاعك راه يتهان هكذا ولا لا؟ لا راك تشوف اللي واسمه المعزوزي تكلم كلام خرجوا كاع سبوه، ماشي الشعب الجزائري ولكن هادوك الناس اللي كان يقول عليهم دائما جمال بالماضي. هادوك الناس، هادوك الناس راهم عصابه، راهم يخلطوا لك في الشعب الجزائري مباشره، وراهم يسبوا في الشعب الجزائري، وهم حابين يديروا ديكتاتوريه على الشعب الجزائري. وما تنتقدش نخسروا، ما تنتقدش تعادل، ما تنتقدش. واش الماتش تاع تاع الياس ما خدمته ولا لا؟ لا رفيق واحد فيها ان تانيكا مخدوم، مخدوم مبيوع على كاش بوست ولا في الكاف ولا مستقبلا. ها بعتوه الماتش تاع ها قولوا لنا برك هذا ما كان. وراه يزيد وهيب لو برومي جوان، رانا دخلنا في جويلي، رانا لو ديز، رانا لو 11 جويلي، وراه راهي فاتت 40 يوم على حسب قلت لنا يعني الدوسي تفتحوا يعني يقراوا الدوسي ويديروا. ها عطونا تكلم اهضروا معانا يا رئيس الجمهوريه. راني قلت لك نداء ونداء ونداء، دافع على الشعب الجزائري، دافع على المواطن الجزائري اللي راهو انتهكوه في البلاطوات وفي في مواقع التواصل الاجتماعي. راهم سماوه بالمخزاني، سماوه بالهيشر، سماوه بالعبيد، سماوه المقدسين، سماوه كل الصفات القبيحه سموا بها الشعب الجزائري. انت رئيس الجمهوريه، انت من تتحمل المسؤوليه. هذا واش نقدر نقول لكم خاوتي، ما نطولش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.